الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصين وأبا الحسن والحسين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم أرد المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية آية في فضلها الذكر ينادي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وهب لأمتي ليلة القدر ما لم يعطها من قبلهم. ليالي عظيمة، وإن كنا في نهار شهر رمضان إلا أن هذه الأيام كل بركاتها من ليلة شهر ليلة القدر التي في شهر رمضان. شهر رمضان وصف بالبركة، ووصفت الليلة ليلة القدر بالبركة. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني البركة ألحقت شهر رمضان بسبب ليلة القدر. فهذا النور اللي انطلق ولا زال ينزل وينطلق لليلة القدر هو اللي شع على ليالي وعلى أيام شهر رمضان. هذه الليلة العظيمة مو معينة في القرآن أي ليلة، لكن أخفاها في كل الشهر. تلك روايات، راح نقول الروايات ما تعين ولا ليلة، حتى الاحتمال أيضا البعض يرده بالبيان اللي نقدمه، لأن في الآية الأولى والثانية تستنتج هاي النتيجة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. مع بعض تطلع بنتيجة أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي الشهر. ها
أولا. ثانيا، هل هي ليلة واحدة؟ البعض يعتبر ألف واللام في الليلة جنسية، ما هي تعريفية ذهنية لواحدة. إذا مر عليكم في اللغة العربية اللام يجي إلى عدة معاني، يصير ألف واللام كلام علمي لأن تأخذ النتيجة علمية، ألف واللام أحياناً تجي للتعريف الذهني، وأحياناً تجي للتعريف الذكري، وأحياناً تجي للجنس، وأحياناً تجي للاستغراق. ما أريد أشرح عن كلهن هنا. هل هي للجنس؟ يعني مثل من؟ مثل ليلة الصيام الرفث إلى نساء، هاي هنا يقولون هي ليلة الصيام، ليلة الأولى ليلة الصيام، ليلة الثانية ليلة الصيام، ليلة العاشرة ليلة الصيام، يعتبرونها للجنس، يعني جنس ليلة الصيام. هنا كذا، إنا أنزلناه في ليلة ال، هاي الألف واللام، هل هي ليلة واحدة معهودة عند الله، معهودة في أذهانكم؟ فهي ألف واللام العهدية الذهنية اللي نتحدث عنها، هل هي ليلة واحدة؟ ما نقول ليلة واحدة، كما في الروايات تأيد هالمعنى ليلة واحدة. هل هي ليلة واحدة نسبية أم ليلة واحدة حقيقية؟ يعني ليلة الآن الكرة الأرضية كلها ليلة واحدة؟ طبعا الواقع لا، مو ليلة واحدة، لأن إذا الليلة واحدة 12 ساعة، نفرض 12 ساعة، زين 12 ساعة هذه لما تظلل بسوادها بلاد معينة، في مكان آخر لا، في شمس طالعة، تخلص 12 ساعة، لا كل إلهم ليلة قدر لو ما إلهم؟ أكيدا إلهم ليلة قدر، فراح أصير ليلتين. إذا ما قلنا في بعض الأمكنة لابد هم جزء من الليل يصيرون ثلاثة، هذا من حيث الواقع مو واحدة إذن. فهذا التحليل يؤيد على أن الألف واللام للجنس، هكذا يقولون. طيب، فإذا ليلة القدر هي متعددة أو موحدة واحدة أو نسبية مثل ما قلنا لجماعة في هذه الليلة ولجماعة في ليلة أخرى؟ هل هي متعاقبة أم منفصلة؟ إذا قلنا متعددة فما في فرق تكون منفصلة أو متعاقبة، يعني لما نقول 12 ساعة الليلة في الشرق الأوسط، فإذا في مكان آخر ما عندهم ليل، عندهم نهار، الليلة الثانية المتعاقبة أم بعد 4 ليالي 5 ليالي؟ هذا يحتاج إلى دليل واحد يثبت هل هي متعاقبة أو لا منفصلة. فقد يكون أول ليلة، وهذا أيضا يؤيد بعض الأحاديث تأيد هذا المعنى، ربما تكون أول ليلة، أول ليلة من شهر رمضان منتصف الليل، اطلبوها في العشر الأواخر، ربما اطلبها نسبيا، يعني يا جماعة اللي أنتم بهذه المنطقة اطلبوها، تلك المنطقة اطلبوها، فهو ما يحدد ليلة واحدة، هذا على هالتحليل. كل ذلك يعني كل هذا الإيهام وهذا الإخفاء ليش؟ هي لزيادة الرجاء في قلب المؤمن للتغيير، لأن لما يقول أنا مرت علي 20 ليلة، راحت الليلة يمكن البارحة أكيدا راحت، نفرض لا ربما راحت، يعني مرت على غيرك. إذا بعض العلماء يقول هي نسبية في بلد واحد، هي نسبية لأشخاص،
مرت لغيرك ربما. في حديث يؤيد هذا المعنى يقول اجوا جماعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالوا له عيننا يا ليله نتحيرنا اول الشهر منتصف كذا. قال لهم عفوا سكت فما اجاب. قالوا له يا رسول الله سالناك. قال لهم ما كان عندي علم، يعني وحي جديد، كان ينتظر وحي جديد. قال لهم من صام شهر رمضان وقام وردا من ليله وعفى عن بطنه وعن فرجه وكف لسانه فقد أدرك ليلة القدر. فمن هذا الحديث يبدو أن ليلة القدر نسبية لكل واحد، ما ينحرم ولا واحد منه. قد يكون في ليلة من الليالي هذا يقبل دون الليالي الأخرى فيصيب ليلة القدر، لابد أن يصيب من المؤمن على التحليل حسب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ليلة القدر ماذا تعني؟ ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذه لم تعطى للأمم السابقة، أعطيت للرسل، هذا يخالف القاعدة العامة وهي أن الله سبحانه وتعالى باب التقدير فاتحة للأمم جميعا مو فقط لهذه الأمة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، مفهوم الآية الكريمة أممية من يوم خلق آدم عليه السلام، سواء نزلت الآية كانت أو ما كان، يعني المعنى يصير واضح أن الله خلق الإنسان مختارا غير مجبور وغير مفوض إليه. هل هاي العقيدة خاصة بالمسلمين؟ طبعا لا. ما له معنى أن ليلة القدر تكون فقط لأمة رسول الله إذا كان بهذا المعنى، إذا كان بهذا المعنى، وأكيدا مو بهذا المعنى. ليلة التقدير من لوازم ليلة القدر، مو معنى ليلة القدر، من لوازمها، يعني الله يغير والله يكتب الأعمار الآجال الأرزاق ما في الأرحام حتى وفد الحاج، هذا يكتب ولله المشيئة، ولله المشيئة، لله المشيئة يعني قابل للتغيير، كل شيء الله كتبه قابل للتغيير. إذن شنو المعنى أنه كتبه وقابل للتغيير؟ الفرق أن هذا الإنسان له استعداد أن يعمل هذا العمل، كتبنا من حقه، في بعض الناس مو من حقه أن يعمل هذا العمل، ختم الله على قلبه. هذا الإنسان بطينته باستعداده له استحقاق يحج، نكتب له. لكن أيضا هذا مو محتم، ربما يعمل عمل فالله يسلب التوفيق منه، يسلب هذه الكتابة الثابتة. يمحو ما يشاء، يقول وهل يمحو إلا ما ثبت، الإمام في التفسير يقول، الإمام المعصوم يقول وهل يمحو ما ثبت وهل يثبت ما لم يكتب. يعني شيء مو مكتوب يكتبه، وشيل المكتوب يغيره. زين في اشكال، يعني هذا ما واحد يغير ويثبت الا وعنده جهل، هذا المعروف عندنا عند البشر ان اليوم يثبت شيء وباشر يغيره، هذا يدل على جهله. اذا كيف يوجه بالنسبه الى الله؟ يوجه الى الله مو عن الجهل، يوجه إلى الله تبارك وتعالى على قاعدة البداء أو البداء وهي أحسن،
على قاعدة البداء يعني فاتح باب التغيير للإنسان بحريته. إحنا كاتبين لك تحج، إذا استمريت على أفعالك وأعمالك، وهذا الشرط ضمني، هذا الشرط في ضمن ما كتبنا ونحن نعلم به، لكن الباب مفتوح أمامك وأنت مخير. إن استمريت على هالتوفيق اللي عندك، على هالنية الطيبة، راح نزيدك أكثر، نزيدك ولئن شكرتم لأزيدنكم. ربما تتوفق الله يعطيك تأخذ لك واحد ثاني إلى الحج، لاحظ. فإذا مو على الجهل، وإنما متعلق على أعمالك أنت، على مقدورك. إذا هاي من لوازم التقدير، من لوازم عفوا ليلة القدر، التقدير إنا أنزلناه في ليلة القدر. لذا البعض يقول هذا مصدر القدر بمعنى التقدير، يجي أحيانا المصادر بمعنى أسماء مشتقة، مثل مثلا هذا القتل عظيم، يعني هذا القتيل، نفرض مثلا القدر، البعض يفسره قدر يعني ذو مكانة عالية، وفلان ذو قدر، ذو مكانة كبيرة، ليلة القدر، بس هذا معنى ركيك. لا، المعنى الأعظم ليلة التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا دليل على التقدير. طيب إذن شنو هاي الفضيلة اللي خصت هذه الأمة؟ اللي خصت هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري رسول الله، يعني الله رواه في عالم الملكوت، في عالم العلم، هذا إلى عدة معاني أنا مو فيها الصدد، يقول أري رسول الله أعمار الأمم السابقة، فاستقل أعمار أمته. ذاك اللي يبلغ بالله عليك 1000 سنة يصلي، المؤمنين، و2000 سنة يعمل، حتى يوصل عمر 1000-3000 سنة، ما يمكن أن تقيسه بأعمار أمة رسول الله، بال50 وبال60 وبال70 وبال80. ذاك من أن يعيش 100 و120 و130 و150، قليل. فقال إلهي أعمار أمتي قليلة، شلون يبلغون هاي الأعمال الصالحة وهذا الكمال ودرجات الجنة؟ فنزلت السورة أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم فرصة ويعطيهم وقت، بحيث إذا عمل لعمل كأنما عمل ما يعادل 1000 شهر. يعني إذا صلي الله نكعتين بهالليلة يعادل كأنما 1000 شهر يصلي ويصلي ويصلي. إذا تصدق كأنما 1000 شهر يتصدق، إذا زار، إذا أعان فقير. لذا مستحب واحد ينوع بالأعمال، إذا مثلا الأعمال 50 نوع يختار فرد 5 أنواع 10 أنواع من الأعمال، هاي تعادل، هاي الخصيصة لأمة رسول الله. مو والله التقدير، التقدير هي قاعدة عامة لجميع البشر، كلهم مختارون، الله جعل الإنسان مختار بمحض إرادته، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مهم، إحنا وقتنا محدد، أو حصر السيد أكثر، فنحصر البحث أيضا ونختم المجلس، لأن البحث طويل بليلة القدر. نسألكم الدعاء، وفقكم الله لكل خير، وإن شاء الله ندرك ليالي أو ليلة القدر، ونطلب من الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويهلك الطغاة، لا سيما أهل الفتن، ويآمن هذا البلد،
وبلاد المسلمين جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أيضا شاهد آخر على هاي الخصيصة اللي مرت، نلاحظ على اطلاعي أنا أن هاي الشهادة اللي رزق بها الإمام علي عليه السلام هالنوعية هاي ما نالها لا نبي ولا وصي. في خطبة الشيخ الطوسي يرويها عن الإمام الحسن في وفاة الإمام علي عليه السلام بالدفن، يقول: ليلة قبض فيها يوشع بن نون، يعني توفى قبض، الظاهر قبض كلمة قبض يدل أنه مات وأنه شهادة، قبض ورفع فيها عيسى ابن مريم وغير ذلك. ما نشوف حديث أنه واحد رزق الشهادة بهالليلة هذه العظيمة. بعد والسبب، السبب عظيم، السبب يزيد الشهادة قيمة الشهادة، لأن الشهادة منازلها وتأثيرها وجميع الشهداء، جميع الشهداء سواء شهداء الساحة، ساحة الجهاد، جهاد السيف أو جهاد العلم، أو جهاد العلم والدفاع، دفاع عن نفسه، دفاع عن عرضه، كلها على حسب السبب. شوف ما هو السبب تزداد قيمة وكرامة الشهادة. لذلك نجد أن أنواع الشهادة تزداد قيمة عند الله ومنزلة الشهيد على حسب السيف اللي قتل به. شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه ليش صارت أعظم شهادة على وجه الأرض، حتى أعظم من شهادة أبيه؟ لأن ما يقال في أسباب شهادة الإمام علي يزداد الإمام الحسين بالتمثيل، يزداد بالتمثيل ويزداد بقطع الرأس وانهتاك حرمته، حرمة عياله، هذا اللي يزداد به الحسين سلام الله عليه. وإلا الأسباب واحدة تماما، سيف الخوارج، سيف الخوارج هو أخطر سيف على الإسلام والمسلمين، وهي حقيقة ثابتة ما يحتاج أستدل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر منهم وحذر المسلمين منهم واتحدث على خطورتهم على الإسلام في المستقبل، وذكر أوصافهم وأن الإنسان يبتعد منهم ولا يغتر بهم، وكذلك الإمام علي عليه السلام. هذا السيف اللي هو أخطر سيف على الإسلام الإمام علي قتل به. نعم تميز الإمام علي أن قتل في المحراب في المسجد، ولد في مسجد في بيت من بيوت الله وأعظم البيوت، وقتل أيضا في أعظم بيت من بيوت الله، مسجد الكوفة، مسجد الأنبياء، اللي لم يبق نبي إلا وصلى فيه وتعبد في مسجد الكوفة، فيها رمزية، في المسجد مسجد الكوفة في رمزية كبيرة يجمع الأديان كلها. وأيضا الإشارة حكم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في هذا المسجد، أي قاعدة الحكم لا يخلو، هالرمزية ما تخلو من إشارة إلى الإمام، وحكم الإمام في هذا المسجد أيضا ما يخلو لحكم العالم. يقتل هنا الإمام، قتل هنا في هذا المسجد في المحراب، يرفع الإمام علي إلى بيته مخضب بدمه، يؤتى إليه بطبيب على ما روي، يقول لما وهو الأثير ابن عمرو قال لهم جيبوا لي رئة شاة طازجة، يعني الآن تذبحون الشاة جيبوا لي،
جابوا له أيضا رئة الشاة، استخرج منها عرق خاص ووضعه في رأس الإمام موضع الطبرة اللي ضربها إياه ابن ملجم المرادي لعنه الله، وعصب رأسه. بعد مدة استخرج العرق، شاف آثار الدماغ عليمن على العرق، فهز برأسه، سأل الإمام الحسن، قال: مولاي لقد وصل سم السيف إلى دماغ أبيك، فليوصي وصيته. يعني هذه ضربة ما لها علاج، ما عندي علاج، أي نهايتها أن الإمام توفى. فلما سمع الإمام أمير المؤمنين التفت إلى أولادي يوصيهم، صاحب زينب: يا أبا محمد، من وراء الستار ماذا قال الطبيب عن أبينا علي؟ التفت الحسين قال: أختا، أغمي على والدنا الإمام أمير المؤمنين. نقول لأخويا اللي أنا أبونا أمسى بشدة، والسم لعيد جسمه تعدى، لو أنك يا أبو محمد تجعد، لو أنك يا أبو محمد تجعد، وجرح اللي ذي براسه تشد، بلشن عليه يفوخ وجده، بلشن عليه يفوخ وجده، ترانا بذل نعيش بعده، ولا أبونا الراح برد، والله أبونا الرايح برد. كانت على أمل السيدة وأهل البيت يكملون شهر رمضان بالصيام مع أبيهم الإمام علي، والله أبو حسين ما تمم صيامه، لف العيد وولاده يتام. أبويا عسى بعيد البلا يا حارس الدين، وما القال يتام والمساكين، عقبك يا ابويا وجوهنا، ولدت ببيته وقتلت فيه، فيا لله والحب الحب الصميم. نسألك يا الله إلهي بالإمام أمير المؤمنين، انصر الإسلام والمسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا أن ندرك ليلة القدر ولا تحرمنا من بركاتها. اللهم ووفقنا لكل خير تنزله في هذه الليلة ولا تحرمنا منه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعجل لإمامنا الحجة الفرج الإخوة الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، إخوة المؤسسون والقائمون في هذا المجلس الشريف، تقبل أعمالهم وارحم اللهم أمواتهم، وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.